تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم راح يكون عنوانها حظر التجوال التام أو الشامل. نلاحظ شوارع بغداد فارغة اليوم، حظر تجوال شامل حسب يعني تعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية لأيام الجمعة والسبت والأحد. لذلك يعني احنا اليوم متواجدين حتى نشوف حركة الشارع، نشوف الناس، نتحدث وياهم، وكذلك يعني نتجول بهذه المناطق. احنا الان في ساحة كهرمانة في الكرادة، مجموعة من الشباب، بائع الغاز موجود، فسلام عليكم. عليكم السلام. صعد الكمامة. شلون الامور؟ خير. احكي لي وين رايحين؟ حظر تجوال، شنو الاجواء، ايش تسوون؟ والله ملينا، نريد شوي نطلع على السبت تغير جو شيء. تتمشى؟ صار لنا تقريبا 3 ايام ما طلعنا. ومن قبل الحظر، قبل لا يقولون زين. بالنسبه لحركتكم واسواقكم شلون تصير الامور؟ يعني تسوقون، تطلعون الاسواق عادي؟ لا قاعد نسوق، كل الاسواق قريبه لانه مفتحه. اي انا ماكو اشكال بهاي الموضوع، لكن اكو يعني هوايه سوالف انا معزله. زين شنو ملاحظاتك انت؟ يعني تشوف شنو المفروض يكون؟ والله بالنسبه لي يعني هسه الاجهزه الامنيه ما يميزون بين بين الحظر الامني والحظر الصحي. نعم هذا الفرق. بعد ما نعرف. يعني تقصد انه اكو تشديد بالاجراءات؟ تشديد وعصبيه وصياح ومدري شنو. نعم هو حظر صحي، مرخصتك بس كمامه مدري شنو. نعم مو صياح وتعال جر البدي ومدري شنو. نعم نعم فعلا تصير هيك حالات. شكرا لك. شكرا لك حجي. شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ مرحبتين. ساحه كهرمانه اليوم فارغه. طبعا هي فارغه اليوم لان ممنوع التجوال. زين انت شنو شغلتك؟ تبيع غاز؟ ابيع غاز انا. من زمان شغلتك تبيع غاز؟ فتره نعم. كلش كبيره انا هنا قاعد ابيع غاز بالكراده. نعم واحنا مسموح لنا بيع غاز او مواد غذائيه. نعم نتجول حتى تستمر حياه المواطن. طبعًا. نعم طبعا. اي فمسموح لنا من قبل الجهات الامنيه اي جهه اخرى. نعم. موجوده. تغير سعر الغاز شي هاليومين؟ نفس السعر، نفس السعر من اللي ماكو. بايش هسه الدبه انت تبيعها؟ ب7 ابيعها. 7 ونص. 7 ونص. زين من تفتر يعني من تفتر على بيوت؟ نعم. تفتر بالمناطق السكنيه انت؟ نعم هو شيء المناطق السكنيه كلها اعرفها انا هاي الكراده، لان صار لي 25 سنه انا ابيع لهم هنا. هاي البيوت. يلا شكرا لك عمو. اهلا وسهلا. الله يرزقك ان شاء الله. الله. اذا يعني هي هذه الحركه هنا اليوم في الكراده. المواطن يتحرك يعني على مسواقه، الشباب هنا قالوا شويه نطلع نشم هواء يعني يتمشون. الحظر الصحي يحتاج ان يكون يعني اكثر شده، ولكن بطريقه يعني يكون. عليكم السلام حبيب الله. الحمد لله. احوالك؟ بس ترى مع الكاميرا. صحه وعافيه ان شاء الله. طالع اليوم ايش عندك؟ والله عندي محل بجميله ورحت عزلت وجيت. محل بجميله عزلت. جميلة غذائية. مسموح لكم غذائيه؟ مسموح لنا بس السوق ثقيل شويه والوضع. اي بس شلون بدك تتحرك انت بهالحاله اذا عندك؟ هو وصلني للجميله عندي مسواق ورجعت ستوتات ومنها ومنها وسيارات. يعني هم بهذله شويه بالحركه. متعب. يعني زين انت شو تقولهم مثلا هسه عندي محل خلص تعبر؟ لا ما اقدر اعبر، متعب. ان شاء الله متعب. وانت يمكن ساكن هنا بالكراده وجميله مسافه يعني. اي والله مسافه. اسال الله ان شاء الله التوفيق وبردا وسلامه. شلون الشغل بهالفتره يعني؟ كمواد غذائيه؟ والله ركود. ركود ركود شوي العالم. ركود. الان تعبانه خايفه وتعبانه. نعم. ركود. طيب احنا نتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. حبيب. والله يفتح عليكم جميع الرزق ان شاء الله. اذا احنا يعني راح نبقى مستمرين في هذه حلقتنا من بلا عنوان، وراح تكون على شكل جوله راح نتحدث بها مع المواطنين على طول الطريق مال كراده داخل، ونشوف يعني ارائهم، نشوف اذا عندهم ملاحظات. يعني بعض الشباب هنا تحدثوا على انه يريدون تعامل افضل من القوات الامنيه. الحقيقه يعني كقوات أمنية هي تقوم بكل واجبها اليوم وتؤدي عملها بأنه تحافظ على تطبيق قانون حظر التجوال والتعليمات اللي واردة من وزارة الصحة وكذلك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. المواطن اليوم يعني ممكن أنه يطلع يسوق، ممكن أنه يطلع على حالة طارئة، لكن مو يطلع يعني يغير جو أو هذا. يعني خلونا نلتزم شوية. الأعداد في تزايد الأعداد هذا وحده خطر ينذر أنه ممكن يكون الحظر شامل لأيام أكثر. يعني اليوم إحنا
كقرارات الحكومية أنه يكون الحظر لثلاثة أيام حظر شامل، وبعدها يكون الحظر جزئي. في حال ارتفعت الأعداد ما نضمن الأمور، ممكن يكون الحظر شامل، راح يكون شامل، وهذه بصراحة راح يعني تأذي الكل يعني. لذلك الالتزام بالتعليمات، محاولة يعني تطبيق التعليمات ولبس الكمامة والوقاية راح تكون يمكن بالنتيجة انخفاض في الأعداد وترجع الأمور تنفتح مثل قبل يعني. طبعا نعرف كليتنا الفئات اللي حاليا مسموح لها بالحركة بالاستثناءات، ولذا نلاحظ يمكن أغلب السيارات من هاي الاستثناءات، لكن المواطن عنده مرات حالة صحية تكون طارئة لانتقال المستشفى، أيضا هنالك تعاون من القوات الأمنية، يعني أكو بعض الحالات اللي مسموح لها تتحرك لخدمة المواطن، يعني أبو الغاز، أبو النفط، المنتجات النفطية، يعني أقصد الطاقة، موضوع الطاقة، بالإضافة إلى محلات المواد الغذائية والأسواق والفواكه والخضر، فهذه يعني مستمرة راح تكون فاتحة حتى تستمر الحياة بكل شكل يعني. راح نستمر ونبقى في منطقة الكرادة وننتقل من مكان إلى آخر حتى يطلع المشاهد اللي موجود بالبيت واللي قاعد يعني تطبيقا لقوانين الحظر، راح أيضا يشاهد هاي حلقتنا ويشوف شلون تسير الأمور في شوارع بغداد. خليكم ويانا. وزع غذائية. نعم. زين، شلون التعامل اليوم يعني بالحركة، حركتكم؟ والله زينة، نعمة الحمد لله. إذا أكو ملاحظات، أكو شيء قولوا لنا، يعني إحنا متواجدين ومتواصلين ويا القوات الأمنية وبنسولف. والله ماكو أي قصور، والوضعية زينة، وإن شاء الله نتمنى الخير. المواد الغذائية خو ما اختلفت أسعارها، صعدت أو شيء؟ لا والله سعرها مناسب زين الحمد لله. ماشي. إن شاء الله. ما أريد نأخر السير، شكرا. عميز. شكرا لك، شكرا. داخل الكرادة، يعني كرادة داخل. هذه المناطق هي طبعا بها اسواق، بها محلات، فلذلك الحركه اللي مسموحه هي لموضوع العجلات اللي تحمل المواد الغذائيه، ايضا هي مستمره بالحركه في هذه المناطق. نتجول اكثر، نتحدث مع مواطنين اكثر، ونحاول نشوف حركه المواطن اليوم، يعني ايضا هي محدوده فقط لي يعني يطلع يتسوق يرجع لبيته. فايضا راح ناكد على موضوع الكمامه طول ما احنا متواجدين بالشارع مع المواطن، نوع من التوعية أيضا في برنامج بلا عنوان حتى نشوف هل يعني أكو استجابة. الحقيقة نلاحظ استجابة عالية من المواطن هاي الفترة. الكمامات يعني الكل تقريبا لابس الكمامات، الموضوع بدأ يعني يأخذ منحى آخر، ارتفاع عدد الإصابات يهدد الصحة العامة. نتحدث ويا المواطنين. حاجي شلونك؟ شلون صحتك؟ وين رايح؟ وين؟ ايش عندك اليوم؟ شنو جوك؟ شوي ذا سواق للبيت وارجع. سواق ها؟ اي والله. الكمامه زين ملتزمين. شو تسوي يا عمي؟ زين، هذا موضوع الحظر يعني احنا ما اعرف شلون تشوفه انت يعني كمواطن بهالعمر، يعني اكيد خبرتك بالحياه، فموضوع الحظر هذا شلون نقدر نتجاوزه احنا؟ والله هي التزامات يعني كمامات، عدم الاختلاط. نعم. يقدرون يسيطرون عليه، هو ان شاء الله ماكو شيء. نعم. هو اكو تزايد بالاعداد والله عمو، يعني هل هذا صحيح يومي 4000؟ نعم. اصابه يعني هذا اللي تصدر وزاره الصحه، يعني ما معقوله. نعم. يعني ما شفت واحد بالكراده صار بهالمرض هذا، ولا واقع ولا ما شاء الله. لا اكو احنا زرنا مستشفيات وشفنا. بس القصد انه يبقى اللي علينا نسويه يعني. اي صحيح. هو نلتزم احنا والله كريم. الله كريم. زين، الحظر بيش قيدك؟ قيدني بشغلي، عندي عمال، عندي محل، عندي ايجار وضرائب، هذا اثر علي العام. احنا خسرنا قيامه. نعم. الله شاهد. والسماء بس لي يعني يكبروا هالشغله. نعم. يعني ترى يومين ثلاثه مو مشكله، بره واحد يقول لي هذا يخلوه منا لورا العيد. ما حيصدق شنو يعني. هو احنا هو حجي، هي المشكله هم اشاعات، الناس هوايه تحكي بس ما نعرف يعني. ما نعرف بالنهايه هي القرارات من لجنه الصحه والسلامه الوطنيه. صحيح. اي نعم. الله كريم. احنا نشكرك. نشكرك، نتمنى لك الصحه والسلامه. شكرا عمو. اذا خليكم ويانا مستمرين من منطقه الكراده وبرنامج بلا عنوان وهذه التغطيه الخاصه عن حظر التجوال. خليكم ويانا. احد المواطنين هنا يعني هو جاي يتبضع،
عندك مصلحة يمكن أنت شغل واقفة حاليا؟ والله أنا محلي بالشورجة، إيجاري يومية 75 دولار من عدا العامل، هاي نقعد 3 أيام 225 من عدا مصرفي، من عدا هاي الموظف ياخذ راتبه ويقعد محسوب ايش قد يصرف ايش قد هذا، لكن احنا راح نتضرر، تضررنا منه، لا عندنا مصلحة ولا هاي، من عدا مصرف بيتك أنت يومية 75 دولار خسرانة. زين؟ وشلون عايفين هاي الناس عطاله بطاله؟ لا بتطينا راتب، لا بتطينا اول، لا بتطينا شيء، يسوي تعويض مثل حالي حال العالم، بس تاخذون فلوس العالم وتنوبوها وهذا ميزانيه ما اعرف بعد. زين؟ انت اليوم يعني اذا تقول عندي محل بالشورجة خلال الايام اللي هو بدون حظر شغلك شلون كان؟ ما يعني ماكو شغل، لكن تجود من الماجود، يجوز تستفتح، يجوز تبيع لك حاجه حاجتين تاخذها قوت لاهلك. لكن هسه ماكو قوت، انت تصرف من جيبك وما عندك الله وكيلك، قمنا احنا تجار صرنا ننطلب ناخذ ديون من فلان وفلان. زين؟ والله صعبه فعلا. موضوع ارتفاع الدولار اكيد مأثر بما انه انت جمله يعني. شهرين ونص احنا من ارتفاع الدولار ليه هسه قاعدين. انت صعدت الدولار سويتوا قيمه 100 دولار 78 دولار اللي هي كانت 100 دولار 100 دولار، هسه انت سويت 78، انت صعدها 1000، صعدها 2000 ما حد يدري بيه لما يستقر، لكن انت تجي صعده وحده شنو انت؟ منين جيتنا انت؟ القذر ابن القذر، ما اعرف بعد، ما اعرف، والله ما اعرف. طيب اجراءات الحظر شلون بدك تشوفها انت يعني تجديد؟ لا تجديد ولا هاي، بكيف اللي يفوت عنده باج يفوت، واللي ما عنده الا الله. الله وكتبه ورسله، هاي نشوفها احنا، هاي بيوتنا هنا بدنا نشوفها بالعالم، هاي سيارات ازدحام وهاي. زين لولا مسواقك شلون يعني؟ هاي جاد مفتحين مفتحين مسواق مفتح، بس لا حول ولا قوة تاخذ للجهة، لازم طماطة، لازم قوت يومك ما تقدر، لا لو تعرف منين ما كانت تجيبها في سبيل توكل عائلتك. والله ارحم الراحمين منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل، على هيك حكومة ما نقول غير هاي احنا. بس شكرا لك، شكرا. يعني فعلا اكو معاناة المواطن، موضوع العمل يعني الناس وقف شغلها وقف سوقها، لذلك احنا اليوم بدنا نحاول يعني نلتقي بالناس نشوف ردود افعالهم. حجي شلونك؟ اهلا وسهلا. انا اسف ما اقدر احكي. ليش؟ لا 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 ما احكي، لان اذا احكي بنهار، هي هم يعرفون، اللي يعرفون المجتمع شنو يعني، ما اعرف الناس الناس فعلا اعصابها تعبانه اليوم، ما يعني ما يقدرون يستمرون. موضوع الحظر هو صح اجراء لابد منه، لكن اكو حسابات، الناس عندها حساباتها، اللي يشتغل اللي يعمل بمجال يعني العمل اليومي لا توقف، يوقف شغله. راح نشوف ابو الاسواق هنا. السلام عليكم، شلون شباب؟ شلون الشغل وياك هاليومين؟ شغل يومين شبه المعدوم تقريبا، حركه ماكو، الناس من تطلع حضر تجوال ما حد يطلع، بس الناس اهل المنطقه تجيك تتمشى. ها منطقه يعني حتى اهل المنطقه قليل يطلعون، واصحاب الدخل المحدود اذا هو قاعد منين يطلع يسوي؟ شلون يطلع يعني؟ يتاثر المسواق، يتاثر السوق كله يتاثر. صحيح. الاسعار شلون عندك، اختلفت شيء؟ الاسعار حاليا لا ما مختلفه، نفس الاسعار، بس قوة شرائية ماكو، شراء ماكو، نقد ماكو، يعني الناس ما عندها، ماكو، الناس قاعدة منين تشتري؟ السعر حتى لو رخيص ما يشتري، ما عنده فلوس. يلا شكرا لك. إذا يعني اكو معاناة يعني المواطن اللي ما وصل مرحلة انه ما عنده فلوس، فمين راح يتسوق اصلا؟ لذلك احنا يعني بدنا نحاول انه نلتقي ويا الناس هنا، يمكن هم موزعين يعني سيارات اللي تجيب المواد الغذائية واللي هي ايضا مسموح لهم بالحركة. طالع تسوق يمكن؟ اي طبعا، يعني ناخذ مسواق مخضر ومواد غذائية. نعم. شلون شفت الاجراءات مال الحظر انت كمواطن؟ والله مقارنة بالحظر ايام الحظر السابقة يعني بالسنة الماضية هذه الاجراءات افضل، يعني شوي اكو تسهيلات على المواطن، يعني خاصة المواد الغذائية ما صعدت، المحاصيل الزراعية ما صعدت، لان بذيك الايام ذاك الحظر شفنا شويه اكو صعود صار بالمحاصيل، هاي اثرت على المواطن واصحاب الدخل المحدود. اغلبهم يمكن قعدوا بلا شغل، ف إيه طبعا ماديا تاذوا يعني. اي ذوي الدخل المحدود او الفقير يعني يتاثر بهالايام اذا صار انقطاع يعني بالمحاصيل الزراعيه او صعدت او قلت الشحه، كلها تنعكس على الفقير، واليوم المجتمع العراقي هو اصلا الطبقه الكادحه هي الاغلبيه الكاسحه بالمجتمع، فممكن يتاثرون بهالوضعيه اذا صعدت المواد الغذائيه او صارت اجراءات روتينيه يعني صعبه تشدد على المواطن. نعم نعم، شكرا لك، ممنونين ممنونين.
يعني الناس جايه تتسوق، فاحنا قلنا نسولف وياهم في هذه الاماكن. يعني شلون خاله؟ شلون احنا؟ الحمد لله. شنو اجراءات الحظر؟ رجعنا يمكن قاعدين بالبيوت ونطبخ، ها؟ رجعنا نطبخ ونسوي حلويات. ما حلويات. هو احنا يسمع الحظر يسوي رجيم. يعني لاحظنا بالحظر السابق انه كانت فعلا انه حلويات وطبخ بالبيت، يعني الناس سوت اجواء شويه مناسبه ببيوتها. طبعا ماكو حركه، واحد وين يروح؟ يروح على المطبخ. ماما ما عندك خاله؟ لا لا يكون ماما بس اخذها مني. يا تذيع شنو؟ لحقني. تتناوبون بها؟ لا هي تجيب لنا كمامة يا ولد، جيب لنا واحدة. هي تجيب ولحقني، جاب لي العربانه وكان ياخذها من عندي. بس بعد ما استعملتها واخذها. لا الحمد لله هسه المخضر مو مثل ذيك المره، صعدت ذيك المره الاسعار. هاي المره لا الحمد لله، بس شنو احنا اصحاب الدخل المحدود احنا نتاذى، مثلا احنا التاكسي، وقف التاكسي. اي يعني المفروض هي الدوله احنا قوه مو مثل باقي البلدان، مثلا مثل ابو تركيا وغيره، ابو الامارات يوفر ويقعد. خو ما احنا يعني يقول لك اقعد بالبيت بس منين تجيب؟ يعني هو هاي المشكله فعلا، انه الناس عندنا اليوم اللي اذا تعمل يوم بيومه اذا وقف هاي الثلاث ايام يعني ياثر عليهم. اي كل شيء ياثر، والله العظيم ياثر، ماكو شيء. مثلا واحنا قاعدين هنا بالكراسي قاعدين اجار. اي وشوف الوضعيه شلون تصير حلوه. أي. زين شلون شفتي الاسعار؟ لا الحمد لله مو مثل ذيك المره، ماكو اي شيء صاعد. أه. اقصد انه قبل ايام الحظر نفس الاسعار كانت؟ اي نفس الاسعار، ماكو شيء. ما اختلفت؟ لا ما اختلفت. زين المدارس الجهال ايش يسوون؟ لا ماكو، وين ماكو مدارس. يعني اقصد هو هذا اليوم الواحد. وقف من يوم التعليم الالكتروني شلون هم وياه؟ ايش تشوفين انت؟ هو صح ياخذ الطالب درسه، بس الضغط كله علينا وماكو شرح. انت تدرسيهم للاولاد؟ طبعا انا بالبيت انا درست مع عندي ثلاثه بالمتوسطه بالاعداديه بالابتدائيه، وثلاثه مره اصير بالابتدائيه مره اصير متوسط مره تنتقلين عادية. تنتقلين زين تلاقين صعوبه بموضوع هذا التدريس للاطفال؟ طبعا طبعا اي طبعا والله. هو مثلا هسه اكو الانجليزي مبدلينه ومو مثل ما انا درسته، اختلاف علي وانا ما اقدر اروح للمدرس الخصوصي يصير ضغط علي. اي ايوه معناتها الحل يمكن لازم مدرس خصوصي بهاي الاوضاع. اي اللي ما اعرف له بس مرات نلتجي لليوتيوب. نعم. نشوف مدرسين يشرحون. نعم. الحمد لله. انت شاطره امي، انت شاطره وتحاولين ان تمشين الامور. هاي امهاتنا، يعني هاي امهاتنا العراقيات، يعني تلقى سباعيه بالبيت بالطبخ وبالحلويات وبتدريس الاولاد ايضا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. يعني هذه النموذج من العوائل العراقيه البسيطه اللي دائما يعني نحب ان نلتقي بهم ونتعرف على حياتهم شلون بتصير. الحقيقه ضغط بيصير على العوائل، موضوع الحظر، موضوع الدخل اليومي، ومثل ما حكت الاخت هنا موضوع تدريس الاطفال ايضا يعني باشكال، خصوصا انه المدارس خلاص وقفت واصبح التعليم الالكتروني بشكل كامل. راح ايضا نبقى مستمرين ونشوف ملاحظات الناس، نشوف الناس شنو عندها، ايش يفكرون وشلون راح يتحركون خلال هذه الايام القادمه. شلون الصحه؟ الله يسلمك حبيبي. شلون مو على خشمك؟ والله توني كم بالعمل يعني مو زين. اي والله. شلون الامور؟ شلون تشوف الحظر؟ والله الحظر هذا كلش مو زين. كله ضروري يعني. يعني وباء هسه البسه هم وباء زيان. وهم المواطن متدمر بها، يا اخي الكاسب منين يجيب؟ بس اسيلك بالله يعني صحيح صحيح وباء، امنا بالله وباء خطر، بس الجوع ما يرحم. فعلا يعني فعلا اللي عنده اطفال اللي عنده عائله شلون؟ عائله جت مره الصبح قالت خاله اريد صمون بربع، ايش قد عندك كم نفر؟ قالت والله خاله عندي خمس جهال. بالقران بكيت ريوقي شتي وانطيتها لها. ما عدتها تقول خاله ما عندي، ما عندي معين، جهال عتها يبيعون كلش قعدوا. يعني هذا منين يجيب يا اخي؟ يعني هذا المنتسب راتب، الموظف راتب، بس هذا الكاسب منين يجيب؟ يا اخي الجوع، الجوع اخطر من كورونا. الجوع راح يسبب لنا كارثه. والله الحقيقه هي اثنينهم خطرات يعني مو صحيح، امنا بالله وباء تموت رب العالمين يكتب لك وتموت، بس الجوع ما يرحم. الجوع ما يرحم، يعني المواطنين ثلاث اربع ما ندري منطر من الجوع يطلع. يطلع اكو عالم هسه وديك عليها مضطره من الجوع تطلع. يا اخي الكاسب منين يجيب؟ الدوله ما خلت بديل. خلي بديل. ومو عدد قليل يعني آلاف آلاف مؤلفة يعني ثلاثة أرباع الشعب العراقي مسحوق يا أخي، مسحوق بطاقة تموينية ماكو يا أخي. شاكل مواطن تعطيني طحين، طحين شيء شحط علي واكل، يلا طحين شيء شحط علي واكل. قازب 7000 عمي، قازب 7000، الفقير ما يجيبها. أنا وأنت احتمال ندبرها نجيبها، بس أكو عالم مسحوقة عمي، شهاد الله مسحوقة مسحوقة. ونقول يا الله الله وعلي فحل الفحول يوقف للعراقيين، بس هاي الحكومة ما توقف للعراقيين عمي، والله خذت العراقيين، دمرت العراقيين، الحكومه والاحزاب. يعني الفقير منين يجيب يا اخي؟ انت حضرت هسه
حظر آمنا بالله حظر وباء خطر، بس الفقير من يجيب يا أخي؟ والله كارثة بالقرآن. يعني أنا هسه أهلي مو هنا وجهالي، أنا صار 3 أيام عب جهالي ما أقدر أروح، نحظر ما أقدر أروح، بس عندي وسيلة عايش فيها. بس أكو ناس ما عتها، صدقني صدقني بالله ما عتها، ما عتها عالم منين تأكل يا أخي. بس هذا اللي نريده من الحكومة، يلا خلي تدبر بديل. شكرا لك، ممنونين حبيب. ممنونين حبيب. شكرا. إذا هذه يعني هاي ملاحظات المواطن. الناس تريد بديل، يقول لك أنا قاعد صحيح بس ما دا أقدر أعيش، ما راح أقدر أستمر بهذا الوضع. زين اللي دا يصير، اللي دا يصير إنه عدد كبير من الناس دا يشتكون من هذا الموضوع. السلام عليكم، شلون الشباب؟ حبيبي أحوالكم؟ الله يخليك. شلون الحظر وياكم؟ والله شلون الحظر حجي؟ سولف لي. والله الحظر يعني نفس المعاناة مال الحظر الأول أكيد. نعم. يعني هم راح نرجع نتأذى، وهواي راح ترجع من العوائل، يعني شغلة راح توقف، وهواي شغلات يعني. نعم. إيه نعم. وتطلعون أنت مثلاً شنو عندكم مسواك شيء؟ لا إحنا يعني منطقتنا هنا نطلع يعني ساعات القهاوي. ماكو قهاوي ماكو. كل شيء ماكو. فنطلع شوي نشمها ونرجع للبيت. زين بس ملتزمين كمامات. أكيد 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 لازم نلتزم. نعم. والله احنا ملتزمين على مود القرار هذا مال 25000، لا اكثر ولا اقل. على مود 25000؟ لا بس هي معود يعني هم شويه بكر متقين. اكيد واحد يحافظ على نفسه وعلى عائلته اكيد، يعني واحد تعرف من يطلع راح يختلط بهواي ناس. نعم. من ناحيه النفس، من ناحيه التلامس، واحد يحافظ على عائلته يعني لا اكثر ولا اقل. يعني حرصا على عائلتي يعني لابس الكمامه. بالضبط. يعني احنا يعني الحمد لله نسبه الثقافه بالشعب يعني عاليه عندنا خصوصا هاي المناطق يعني. الحمد لله والشكر. شكرا لك حبيبي. شكرا، اتمنى لكم الصحه. الالتزام، الالتزام يعني الكل يعرف انه ضروره الالتزام بالكمامه حتى لا ينتقل، نوقف سلسله انتقال المرض. لكن بنفس الوقت مثل ما تحدثنا، النقطه الرئيسيه والشكوى الرئيسيه هو موضوع اصحاب القوت اليومي والكسبه اللي عايشين يوم بيومه، يوقف يوم خلص معناته انقطع المصرف مع عائلته يوم. فهذا اللي دا يصير يعني يعني محلات المواد الغذائيه، محلات الفواكه، الخضر، كلها موجوده ومفتوحه بطريقه عاديه، يعني ماكو اي يعني ماكو اي محددات على وجودهم. اكو تعاون من القوات الامنيه بهذا الموضوع حتى يبقى القوت اليومي متوفر للمواطن، نقصد يعني المواد الغذائيه ما تنقطع، اصحاب اللحوم ويعني محلات اللحوم كذلك، يعني المطاعم بالدليفري ايضا، بعض المطاعم اللي بالدليفري تتعامل ايضا موجوده. لكن يبقى الاعتماد الأكبر والتعويل الأكبر هو على المواطن، المواطن ومدى التزامه، خصوصا عندنا مناطق شعبية. يعني هي ضمن الكرادة أكو أكيد مناطق شعبية، الالتزام هو أهم نقطة يمكن إحنا نبحث عنها اليوم. نشوف المواطنين والناس لابسين كمامات، هذا أهم شيء. تحدث لأحد المواطنين أنه هو خايف من الغرامة فقط 25، بس هو كان ينزح يعني. أكيد أهمية الكمامة اليوم غير موضوع غرامات، انه هي خلص يعني ممكن تحميك انت وعائلتك. راح نبقى مستمرين من داخل الكرادة ونشوف الاجواء اكثر. محلات المواد الغذائية يعني ايضا مفتحة ابوابها، يعني حتى اصحاب القهوة مثلا، الافران، الصمون والخبز، فهذا يعني يساعد انه شوية بعض الشيء يغير من مود المواطن اذا طلع شويه يتمشى يشتري له شيء. فاحنا في احد الاماكن او المحلات اللي تقدم المشروبات الساخنه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلون الامور؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الشغل اثر عليكم ها؟ اي طبعا اكيد. طبعا القهوه يمكن اليوم ما يعني ما حد يستغني عنها صارت. المفروض هي تي، بس احنا مفتحين بس ما نعرف شنو الاجراءات يعني. يعني ساعه يقولون الدليفري اوكي، ساعه يقولون لا لازم تغلق، ساعه يقولون بس الاربع ايام، فما ما نعرف يعني. زين انتم بكل الاحوال يعني انتم بكل الاحوال مفتحين سفري دليفري بس دليفري. يعني او بس سفري اللي يمشي ما يعني اصلا عندنا مطحنه قهوه وعندنا يعني ممكن كيلوات تنباع وهيك شيء، يعني تعتبر من الغذائيه. من الغذائيه. طيب انت اليوم كمواطن وصاحب مصلحه يعني شلون تشوف الامور الاقتصاديه بظل هذا الحظر؟ والله هو هذا الحظر مو صحي، هذا حظر امني ومناطق دون مناطق يعني. نعم. مثل الحظر السابق يعني، احنا الحظر السابق
يعني قعدنا بالتسعة أشهر وخسرنا بالآلاف الدولارات، لأن تعرف إحنا هسه مثلا هذا المكان إيجاره 4400 دولار بالشهر، فأكيد أهل يعني البنايات ما راح يسامحون. فإحنا اللي قهرنا مثلا أنه نشوف مثلا الكرادة بها هذا الحظر المتشدد مثلا، بس ما نروح باقي المناطق لا راح نشوف الحياة يعني إذا مو طبيعية 100% فهي طبيعية من 50 فما فوق. والله بصراحة المناطق الشعبية يعني أكو بها عدم التزام، لكن أنا إذا أشوف هسه مثلاً كرادة أسواقها يعني الناس زين لابسين كمامات يتحركون يعني. هم شوف هم يعني الخطأ مالتهم هم إنهم مسوين توعية. هسه أنا أوكي أنا أنت سوي لي حظر، بس أنا كنت أشوف مفارز صحية بالشارع توزع كمامات، تسوي اختبارات مال كورونا موجوده اظن موجوده في بعض المناطق بس يعني بس قليله ما شفتها خلال اليوم، ما شفت اي في المفرز الصحيه فاتت يعني. وانت مو الغرض انه يعني رجل الامن طب المهم طب الشارع جوا اكو محلات مفتحه، شوف هسه بالافرع بالليل حتى مقاهي مفتحه. يعني قصدك بس يفرغوا لك الشارع العام؟ اي حظر امني فقط، الموضوع هو حظر امني مو حظر صحي. لو حظر صحي كان شفنا هسه المفارز الصحيه بالشارع متروسه ترس يعني، بس اللي موجود هو حظر امني فقط. زين حركتك بالسوق كمواطنين اليوم يعني اكو ناس تجي تاخذ قهوه سفري؟ لا قلت. لا اكيد يعني بس اهل المنطقه ويعني قريبين عليك اللي يدرون اصلا يعني فاتحين او منفتحين هنا المشكله يعني. اي وهم يعني الدوله سوت اجراءات انه عزل اغلق سد، بس بالمقابل هو شنو سوت يعني؟ سوت يعني كل مطلوب اليوم يمكن هسه اللقاح، انه يعني المواطن يطالب بموضوع وجود اللقاح انه على الاقل حتى يقدر يتعايش يقدر يكمل حياته. انا اوكي قعدني بالبيت شهرين، بس بالمقابل كون اشوف اكو لقاح، كون هي الدوله مسويه واجباتها يعني. كل دول العالم تعاقدت على اللقاح، فهسه من قعدني بالبيت انا ما عندي مشكله اقعد بالبيت من اشوف مواطنين قاعد يتلقحون، ما عندي مشكله اصبر شهر شهرين خلي اخسر، بس مو انا قاعد بالبيت ولحد الان الدوله الاول بال حي الله ها احنا خصصنا كذا مليون راح نجيب لقاحات. فيا يعني المشكله انه يعني قاعد يدمرون اقتصاد الناس. الناس ما تجوع يعني، تعرف انت الاف من العمال يعني، انا عندي بالدعش عامل عايش عليه يوميته 15 20 الف، هذا قاعدتهم بالبيت. قاعد بالبيت هذا منو راح ينطيه يعني؟ بنت اذا قعدت بالليل تبكي يقول لها حضر تجوال، يقول لها يوزعون لقاحات، لو هذا وهم هذا. والحل يعني انت برايك اذا انت كمواطن يعني دا اشوف ثقافتك عاليه شنو الحل اللي ممكن يعني؟ الحل انه اكو سلسله من الطوارئ، هاي كل دول العالم اكو طوارئ، اكو منح للموظفين، مساعدات ماديه يعني. الدوله تفرض على اصحاب البنايات انه للفتره من كذا الى كذا ممنوع احد ياخذ ايجار او ايجار يوصل 50%، اصحاب يعني العاملين انه ينطوهم منح ولو 100,000 خلال هذا الشهر، منح سريع على مود من يقعد بالبيت يقعد هو مرتاح، انه هاي ال 100,000 راح تمشيه فد 20 يوم مثلا. بس انا مو قاعدك انت بالبيت وانت تعرف انه انا 15,000 يوميا ارجع بيها للبيت اوكل بيها جهالي، هاي ال 15 اذا ما جيبها جهالي راح يقعدون بالليل يبكون. فهم ما فكروا بهاي، المواطن حقه يطلع، الجوع كافر حقه يطلع. اما الموظفين فهم مكيفين يوميا ينزلون 1000 هاشتاغ خليك بالبيت، لان هو يستلم الراتب من راس الشارع مالته وقاعد بالبيت فمكيف يعني. نعم المتضرر هو الفقير الكاسب اللي عايش يوم بيومه بس. نعم شكرا لك. احنا راح نبقى مستمرين في حلقتنا اليوم نغطي هذه يعني حركه السوق في الكرادة داخل، خليكم ويانا يعني. من داخل الكرادة ايضا مستمرين يعني، هذا المحل دائما يتجمع امام يعني المواطنين ويتبضعون. السلام عليكم. السلام حبيبي. من نام الكرادة؟ اي اكيد. زين شلون الامور وياكم؟ والله الامور يعني زينة ماشي حالها. كحضر تجوال مسواكم؟ والله حضر ماكو يعني، سيارة ما نطلع بس دراجة باقي. اي يعني حاليا سيارة ممنوع. زين كماماتكم وين؟ والله هاي بجيبي. اي موجود. بس يا معلم ما اخذني يبيع كمامه. لا استاذ علي موجود. انطيك كمامه. لا عندي كمامه بس انا ما اقدر اتنفس الا بس كمامه. مو لازم يعني، احنا همنا نخاف ترى والله يعني الاعداد تزيد. والله نخاف من 25 ما اخاف من كورونا. والله؟ اي والله العظيم الصراحه. تاذي ها سالفه ال 25؟ 25 مزعجه مو كورونا سهله. بس يقدرك حق. انت شنو شغلك توصل؟ انا اوصل طلباتي. نعم. اي نعم. ولا اريد اقص 25 وانا يومي 20 لازم اكمل له 5. يعني هي هاي مشكله فنحاول نلتزم احنا ان شاء الله. والله ان شاء الله ماكو الوضع ان شاء الله زين. انا اكيد كل شيء تعامل القوات الامنيه كل زين. لا امانه الله زينين، انا جاي اروح وارجع حاليا مستاهلين او المسواق يقعد طلب ما يوقفون. اي اكيد حبيبي كل هلا بك. اذا راح نبقى مستمرين هنا. أنا واحد من الشباب يبيع كمامات، شلونك؟ زين بيزه تبيع كمامات؟ بيزه بربع.
واحدة بربع. نعم. زين الناس ده تشتري منك مو؟ نعم الحمد لله. ماشي الأمور؟ ماشي الأمور. زين أنت اليوم أريد نصيحة من عندك للمواطن على موضوع الكمامات بما أنه أنت شو اسمه تبيع كمامات. يعني التزام التزام في هذه الكمامات. نعم. من وزارة الصحة يعني. نعم. زين. ايش قد تبيع باليوم؟ عدد زين تبيع لك باكيت باكيتين؟ باكيتين يوميا هذا خير من الله يعني نطلع يوميتك نطلع يوميتك الحمد لله شكرا ربي يلا الله يرزقك ان شاء الله الله يرزقك شكرا لك شكرا هذه الاسواق دائما طبعا هي معروفه بالكراده دائما هم يرحبون بنا بالاعلام لان دائما حتى القنوات الاعلاميه هنا متواجده يسوون لقاءات ويا المواطنين ويا الاسواق السلام عليكم شلونك عزيز اهلا وسهلا الحمد لله احنا صار لنا فتره ما ملتقين يمكن على راسي شرفونا باي وقت تحيه لك وللكادر ان شاء الله شلون الامور وياك بالحبر والله نحمد الله وشكرا اكيد بالنسبه لمنطقتي كراده داخل اعتقد هناك التزام نوعا ما قد يصل الى نسبه 90% بالنسبه للمواطنين هناك التزام من ناحيه ارتداء الكمامات نوعا ما احسن من تلك الظروف السابقه التزام من ناحيه السيارات الا اللهم بعض الاستثناءات بالنسبه للكوادر الطبيه والكوادر الصحيه المتوفره ومتواجده دائما في شوارع مناطق العراق بصورة عامة وبالنسبة للقوات الأمنية الذي يحصلون دائما على استثناءات باعتبار الذهاب والرجوع من البيت إلى الدوام. زين الأسعار شلونها؟ احنا ذيك الأزمة نعم. أتذكر شوي ارتفعت الأسعار وعانوا المواطنين ها؟ سبحان الله هو توفرت الظروف وتكابلت المشاكل منها ارتفاع الأسعار الدولار ومنها الوضع الاقتصادي نوعا ما صعب بالنسبة لزيادة نسبة البطالة موجودة في فئة الشباب وشريحة المجتمع العراقي بصورة عامة أعتقد بالنسبة للأمن الوطني عليه مسؤولية كبيرة خاصة نحن الآن نمر في مرحلة حرجة هو ضرب من حديد بالنسبة والسيطرة على التنسيق مع منافذ الحدودية التي تعتبر الآفة الرئيسية والوحيدة التي تدخل من خلالها بعض الأغذية الفاسدة وبعض ضعاف النفوس التي دائما ما يكون هناك طابور خامس يعمل على الاقتتات واستغلال هذه الأزمات فيجب أن ننسى الخلافات بما بيننا وتوحيد جميع المسؤولية المتمثلة برئاسات الثلاث مع هيئة المنافذ الحدودية من أجل الحفاظ على المجتمع العراقي والحفاظ على صحة المواطن العراقي الذي يحتاج إلى دعم وإعطائه طاقة إيجابية من أجل تجاوز هذه الأزمة واجهت مشكلة بالبضاعة اللي توصل لك لو طبيعية الأمور يعني أكو فد حركة مستمرة يعني طبيعية بوصول المواد الغذائية لك أقصد الفواكه والفرق نعم نعم ليس دفاعا أو مجاملة هناك تسهيلات بالنسبة للسيطرات الموجودة على جميع مناطق بغداد والوصول إلى محلاتنا بالنسبة للخضرة والفواكه هناك تسهيلات كثيرة ونتمنى أنه تستمر هذه الأمور من أجل تجاوز هذه الأزمة نعم شكرا لك شكرا ممنونين شكرا ربي يحفظك راح نطلع خارج الأسواق نشوف يعني أكو فرق إعلامية من الشباب زملائنا بالقنوات أيضا راح نلتقي بهم ونشوف يعني شلون تصير الأمور بأيام الحظر عملهم طبعا الإعلام هو جزء مهم من العمل والتوعية في هاي المرحلة الأعداد في تزايد لذلك احنا كفرق إعلامية يعني نشوف الشباب متواجدين يمكن من كل القنوات مختلف القنوات هنا بالكرادة مختلف اللوجوات القنوات والكل زملاء أعزاء والكل يؤدون دورهم اليوم حتى توصل الصورة ويوصل الصوت إلى المسؤول والمواطن اللي قاعد بيك السلام عليكم شلون الشباب الله لا حبيبي شلونك شلون شغلكم هالأيام بالإعلام ها يعني الله. مثل شغلنا اللي دنشوف احنا عايشين بس انه الحظر شلون اثر على شغلكم وشغلنا والله احنا بصراحه كنا هناك يعني تساهل من قبل القوات الامنيه في العبور من مفرزه الى اخرى نبرز الباجات نبرز الاستثناءات اللي في عملت بها عمليات مشتركه واحنا طبعا اذا كان هناك حظر جوال او اذا كان هناك لا سمح الله حرب او وباء او اي شيء احنا شغلنا الاعلام المتواجد بالشهر 24 ساعه ننقل الحاله الموجوده ننقلها مهما كانت الحقيقه بالفعل احنا دائما يعني بالوجه دائما نتصدى ويا الطبيب ويا المقاتل دائما تلقي يعني قنواتنا واداراتنا دائما توجهنا الى العمل في هذه الظروف لان بالفعل لازم نكون احنا متواجدين ويا المواطن ومحتكين وياه باج التسهيلات اللي او الباج الاحمر اللي صدر شلون شفت التعامل به اكو اشكالات اول ايام والله بصراحه كل الناس ما تسال عليه اصلا السيطره ما تسال عليه وسيطرات اشوف لهم يا يقول شنو هذا
يعني حقيقة يجوز مثلا ما واصلهم معلومة، بينما الضباط لا يعني يعرفون الموضوع شنو ويسهلون الأمر، خاصة إذا أقولهم عندنا تصوير نشوف الباج بدون ما يحجون يعني أي شيء. تسهيلات موجودة يعني الحمد لله والشكر. فعلا هي التسهيلات موجودة ونتمنى تعاون أكبر، يعني إحنا هدفنا بالنهاية هدف نبيل إنه ننقل الصورة، نحكي ويا المواطن نشوف إيش محتاج حتى نكون إحنا يعني حلقة الوصل بيننا وبين المسؤول. راح نبقى مستمرين. شكرا شكرا لك، شكرا حبيبنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون الامور؟ اهلا وسهلا استاذ مازن. حبيب قلبي شلون شغلكم؟ شلون قلبي؟ والله يعني مهنه الاعلام هي حاضره لنقل كل ما يشهده الشارع الى المواطن حصرا، لكن اليوم نواجه لربما بعض العراقيل من قبل بعض السيطرات او اجتهادات قد تكون شخصيه من قبل بعض عناصر الامن اذا كانوا برتبه او غير رتبه، يعني خلينا حتى من الرتبه اذا كانوا بالتحديد عندنا نواجه صعوبه، يعني مثل ما شاهدنا قبل قليل انه بدايه الكرادة ردنا نفوت للكرادة قاعد يقول انه ممنوع تفوتون للكرادة، لكن انه احنا اعلام اول واخر. انا عندي تصوير في منطقة الكرادة لنقل الصورة اليوم على انت عندك باج استثناء يعني رسمي، يعني انت تتعامل ضمن القانون بالضبط، يعني باج استثناء خاص من العمليات المشتركة وزارة الداخلية، بالتالي مع باج القناة وتأكيد القناة وحاملين لوجو القناة وحتى الكاميرا موجودة، واحنا اصلا كل تقريرنا قاعد نشتغله او كل رسالتنا نريد نوصل اليوم مدى تضرر اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، على اعتبار انه هم المتضرر الاكبر من الاغلاق التام. كنا نعرف انه هم ايجاراتهم اذا كانت في منطقة الكرادة او منطقة المنصور او شارع الربيع او غيرها من المناطق الراقية، اليوم هي ايجارات لربما قد يكون مبالغ بها، على اعتبار انه الاغلبية الايجارات تتراوح بين الالف دولار الى 2000 دولار، 5000 دولار، يعني اليوم الواحد يكسره طبعا 100%. وما ننسى انه اليوم حتى اغلاق المولات التجاريه، يعني كان انه كثير من العمال انه سرحوا من عملهم بسبب الاغلاق التام. اليوم اعتقد على وزاره الصحه او خليه الازمه او لجنه الصحه والسلامه بايجاد طرق بديله، يعني اذا كانت على بالنسبه فيما يخص يعني اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيره بتوفير اقلها مفردات البطاقه التموينيه، حصه غذائيه، اليوم نلاحظ انه اكو ارتفاع طفيف بالاسعار اذا كانت المواد الغذائيه، وحتى سعر الكمام اليوم ارتفع من 2000 دينار الى ما يقارب 7000 دينار. بالتالي اعاده النظر، فرض اجراءات وقائيه اكثر دقه واكثر صرامه بدلا من حظر التجوال وبدلا من اقطاع ارزاق الكثيرين. انا اشكرك وابطال انتم فعلا الاعلام، يعني ابطال الاعلام موجودين بالشارع في كل الظروف. شكرا ممنون، شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي. اذا يعني هنا احنا اليوم ده ننقل الصوره كليتنا حلقه وصل احنا، فقدموا لنا الخدمة قدر الإمكان، يعني القوات الأمنية يعني ساعدونا باجاتنا نظامية وكل الأمور اللي نشتغل بها احنا ضمن القانون. سيارات يا ولد بس دير بالكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أهلا الله يسلمك. معاناتك يعني عدا المطر اللي ينزل حاليا. لا هذا المطر صيف إن شاء الله مزنا وتروح. والله ماكو إن شاء الله معانات، أكو تصرفات نبات شخصية بسبب حظر التجوال اللي موجود، حظر الصحي اللي صار هسه. إحنا كإعلاميين وده نطلع من مسكننا نروح عملنا بالفضائيات، تلاحظ هناك يعني اجتهادات شخصية من منتسبين موجودين، طبعا مو كلهم، بعض السيطرات. نعم صحيح. هو أكو توجيه من قيادة العمليات المشتركة لتسهيل مهمة الصحفيين، وهناك باجات حمر صدرت الإعلاميين الموجودين بالعاصمة بغداد والمحافظات، فلذلك يعني نطلب من قيادة العمليات أن توجه مرة ثانية والتأكيد أن يكون تسهيل مهمة إعلام الإعلاميين الموجودين بالعاصمة العراقية بغداد. نعم نشكرك. نشكرك. شكرا لكم شباب. شكرا. موضوع التصرفات الفردية أو الشخصية اللي يعني دا تصير من بعض المنتسبين بالسيطرات، ربما يكون ما عنده علم بموضوع الباج اللي الاستثناء وما أعرف، يعني إحنا يعني من الناس واجهنا لهذا الموضوع إنه أكو يعني نوع من الجهل بموضوع التعامل مع الإعلاميين. الإعلامي هو متواجد هنا حتى ينقل هذه الصورة مثل ما قلنا، وهو مو أقل شأنا من الكوادر الصحية اللي دا تعمل، يعني لو ما الإعلام والتقارير اللي دا تنتجها القنوات العراقية، لو ما تسليط الضوء على عمل القوات الأمنية وتسليط الضوء على عمل الكوادر الطبية، ما راح توصل الصورة لا للمشاهد العراقي ولا حتى توصل للعالم إنه إحنا إيش نسوي. لذلك الإعلام جزء مهم وشريك أساسي في هذه المرحلة، فتعاونوا ويانا قدر الإمكان. شفنا تعاون وشفنا استقبال الحقيقة رائع من بعض نقاط التفتيش، يتعاملون بطريقة رائعة جدا مع الإعلام،
لكن العكس يمكن شفنا من بعض الأشخاص بتصرفات فردية نشوفه يتعامل بطريقة جافة مع الإعلامي، تظهر له الباج يقول لك هذا ما شايفه أنا ما معترف به، واللي هو باج الاستثناء نقصد اللي صدر من العمليات المشتركة. يعني أكو شوية بعد يمكن هاي قلنا بالساعات الأولى، نتمنى أن تكون الصورة وصلت يعني أو الباج هذا صورته وصلت إلى كل المنتسبين بحيث يعرفون أنه اللي حمله هو مستثنى من للحركة في بغداد والاتجوال في بغداد وللعمل أيضا. يعني إحنا أيضا تاركين بيوتنا وتاركين يعني عوائلنا حتى نكون بالشارع وننقل هذه الصورة، فنتمنى أنه يكون التعاون أكبر. تحدثنا مع مواطنين، تحدثنا مع الناس اللي تتحرك بالشارع، مع الشباب الإعلاميين هنا. نتمنى أن تكون حلقتنا اليوم غطت بعض الشيء عن إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد. انتظرونا في حلقة قادمة وعنوان جديد من بلا عنوان. إلى اللقاء.